أما بعد، فالعبادة التي أقولها وأتعبد الله بها كل ما جيت في محل إني أحبكم في الله. الله يحبك، خير في عقدك. وأحبكم بعد. والله يجعل ذا الحب خالص لوجهه سبحانه وتعالى. يا رب. لأن هذا الحب عبادة غابت عند بعض الناس وغطت عليها المصالح، لكن في الله هي أوثق عرى الإيمان. فدائما حبوا لله وأبغضوا لله وأعطوا لله وامنعوا لله، تستكملون الإيمان بإذن الله كما جاء في الأثر. ومن ناحية الأم، أنا ودي أخالف سياسة أخوي عبد العزيز والبرنامج في قضية أن دائما الضيف هو اللي يبدأ. أنا ودي كان والله نسمع من عيالي، لأن كل واحد منهم عنده مشروع. هو بيجي يا شيخ في محور خاص لهم إن كانت أذلني. أي والله، أنا ودي كان أني أسمع منهم على أساس أنه يعني مثل التسخين، الوقود اللي هو التسخين، لكن ما في بأس. الحمد لله، وصلوا على النبي. اللهم صل وسلم على محمد. الأم حتى كلماتها تطير الشياطين من روس. بلسم كلمة الأم هذه، أو أمي أو يا يمه. يا سلام. الله لا يخلينا، يعني اللي عنده أم يحب قف يده يقول يا رب لا تخليني منها، وأتمنى أن يكحل عيونه بها ويشبع منها ويجلس معها ويجي عند رجليها ويخدمها. وتراها شمعة، يوم من الأيام بتروح مثل ما راحت أمي وأم فلان وفلان وفلان. فلذلك اشبعوا مع أنكم ما أنتم شبعانين مهما كان، اشبع، تراك بتندم على كل لحظة ضيعتها مع أمك. كل لحظة أو طلب دريت أن أمك تبيه ولا نفذته. وكيف ربي سبحانه وتعالى قرن حقه بحق الوالدين، يعني بوابة القيام بحق الله مربوطة ببوابة القيام بحق الوالدين. ولذلك من فضلهما أبواب الجنة ثمانية، من أوسط الأبواب باب الوالد والوالدة. الله أكبر. فكل واحد منا يجب أن يكون عنده فكر يدخل مع هذا الباب ببره بوالدته. والله إني أعرف واحد الله يرحمها أمه ماتت وهو كبير، الشيب خامط لحيته، وأمه جاء عندها زهايمر، يقول وتدق علي يعلمني من باب الاستئناس ومن باب فضل الله عليه، ما هو من باب المنة ولا من باب يعني التفيشر والتفيخ، لا والله من باب المنة، منة الله عليه. يقول والله يا شيخ طلال إنها تدق علي الساعة 12 من الليل وأنا في فراش زوجتي وعسكري وبكرة عنده دوام، وتقول تعال لبيه يمه أبشري سمي واروح لها. يقول لا جيتها، قالت ودي إنك تطلقني، يعني تمشيني، أبى تطلق. أي والله طلق رجولها، طلقني ذي طلق رجولها زد. يقول واخذها بيدها ومشيها في الشارع حق بيتنا لين تسمح، بعض المرار ساعة ساعة ونص. يقول ورجعها، تحية لك يا صبي شهران، تحية لك. استاهل استاهل. نعم والله العظيم استاهل. يا أخي أبشر أبشر، أنت منطلقك مع الله. وبشركم سعد هذا صاحبنا ما هو بالحالة، مليان البلد ولله الحمد من الخير، الخيرين والخيرات من أبنائنا وبناتنا اللي قاعدين يمثلون هذه الشريحة العظيمة من هذا المجتمع المبارك. يا سلام. وله مجتمعنا بشركم، مجتمع ولله الحمد بدون مبالغة العرب، اي والله يا جماعة، يعني فيهم ولله الحمد اخواننا في الأردن ومصر والمغرب والخليج، ما شاء الله. كل واحد يعلم أن هذه الأم بوابة له في رضاء الله سبحانه وتعالى، فكيف له أن يقصر في هذا الجانب اللي يعني النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا ذا الحديث، أنا ما ودي والله العظيم يذهب لذة الحديث وإيصاله لقلوب إخواني وخواتي بالتقعر
والكلام لا ودينه من القلب على طول يتسلقط في قلوبهم. يا سلام. بدون فوارق، بدون حدود وبدون سدود. كيف هذا؟ كلنا يعرف الحديث، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال عاد الصحابي ثم من يا رسول الله؟ قال أمك. عرفت عاد. طيب ثم من يا رسول الله؟ قال أمك. وأنا ودي والله العظيم بناء بما أنكم أفردتوا يا شيخ عبد العزيز ولا يهون إخواني في القناة للأم، يجب أن يفرد لصنو الأم اللي هو الزوج، الأب، الأب، الأب. يا سلام. لأني أرى في المجتمع الآن بر عجيب بالأم، ويكون في بعض الأمور على حساب الأب. يا سلام. أنا أقول أن الأب والأم، والله العظيم إني بسأل عنك يا حمادة، لب عينك، جعل عين ما تودك يا حمادة جعلها تنفضخ. يا رب يطول. يا لب عينك. مرحبا والله مسحة. لب عينك. يا مرحبا. هلا بحبيب، هلا بحبيب، جعلني ما أدري. عساك الله. والله أنت جيجي. الله يحييك. صافر يا شيخ. والله. خلاص صرت حرت حمادة. الله يحييك. يا أخوي أنت محسن. يا رب يطول عمرك. شلونك يا أبو؟ طيب. شلون أهلك؟ طيبين. عساك طيب. تسلم يا شيخ. شفتوا يا أحبابي؟ جيت أنت منا في حديث جعلني ما ذوق عزيز. فأقول قال أمك ثلاث مرات، قال ثم من؟ قال أبوك. يفهم هذا بعض الناس اللي مخ جربوع ضعيف ربوع قصير شبر، يعرف ان هذا، معليش المصطلحات هذه ان شاء الله هذه تفعلنا مصطلحاتنا إيه؟ والله ضعيف روابع فعلا يفهم هذا الحديث. الأم خط أحمر خلاص، والأب يجمع المفاتيح يطفي الانوار يقعد ينكت على ابوه. لا، الاب لحق. فان شاء الله ان شاء الله انا سنه حسنه، وانا مستعد اكون ضيف على الاب في حلقه الاب وعلى خشم شيخنا. تراه مرتب الاثنين ثلاثاء الاربعاء القادم، الاربعاء يناسبك من الحين تم. جهني ما ذوق حزنك. الله يجعلني ما لكن حسب وضعك. انا لا جيت بقابل ذا الحوات الغالبه وذا الجهه السفراء. الله يغفر. اجي امشي على وجهي، على وجهي امشي. جعلك تسلم. الله يرضى عنك. هذا لعيالي وانت شرف بهم، جعلني ما ذوق حزن. الله يسعدكم ويكرمكم. آمين. فاقول الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ذا الحديث بديتكم، اسمعوه، جعلني ما ذوق حزن. قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن احب الاعمال الى الله، ايش الاحب الاعمال؟ كلنا يدور احب الاعمال الى ابوه ولامه، كيف نربي؟ من باب اولى. انا الحين امي الله يجعلها في الجنة. آمين. كانت مثلا تحب والله المساويك مثلا، أو سجادة صلاة، أو تحب عمرة تروح المكة، أو تحب خوالي، أنا خوالي قطري في قطر ما شاء الله. يعني منعم بحالي. فأقول الله يجعلها في الجنة، أستانس أنها تطلب مني. أبوي الله يرحمه مات وأنا عمري 12، ما داري أشبع منه، وهذه فرصة. ليش؟ أحس بحسرة الفوت أن أبوي فاتني، ما لحقت أبر وتشرف ان يكون عن يمينه وعن يساره، لا راح في ضيافه ولا استقبل رجاجيل ولا سمعه ولا جيب له شيء ولا خدمه ولا قهويه ولا ولا ولا. وكذلك امي. قال احب الاعمال الى الله الصلاه على وقت. قيل ثم اي يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. خلونا في بر الوالدين اللي نتكلم عنه الان. امك يا اخي ترى ما هي في حاجتك انت، اللي في حاجتها. سلام. أنت اللي في حاجة برها، أنت اللي في حاجة رضا الله. رضا الله من رضا الوالدين في الحديث، وسخط الله من سخط الوالدين. فأنت كيف يا أخي ما تتعرض إلى رحمة أرحم الراحمين بأن ترضي والديك؟ وبعض الناس تجده في أمه يقول يا أخي أمي يا أخي خط أحمر أمك، لا تبربر. أنا هو يقول تبرير، يبرر، انا اقول بربره ذي ما هي بتبرير. امك خط احمر يا اخي، يا اخي يقفل عليك الباب وان جاهداك، وان جاهداك يعني جاهدوك مجاهده على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معا. يا اخي امكم وحده، انت طلع لك ريش الله ينتفه على امك وعلى ابوك؟ يا البعيد يا ضعيف العزم يا ردي الهقوة. فلذلك أقول أمك باب من أبواب الجنة. أمك اللي تعبت وسهرت وحملت،
قال ولا زفرة من زفراته. يا أخي لا تمررون الكلام، نحن لا نتكلم في الأسماء والصفات أو ما جرى بين الصحابة من فتنة. يقول العلماء مرروها كما جاءت، لا تتكلمون فيها الأسماء والصفات وما جرى بالصحابة، لا نتكلم عن الأم، ما مررها نوقف عندها. يقول يا أخي وينك أنت؟ كيف وضعك مع أمك؟ كيف حالك مع أمك؟ كيف علاقتك مع أمك؟ يا أخي هذا اللي تعبت وجابتك، طلع لك شنب ما شاء الله وقمت ترفع ضغطها وتقهرها وتحرق أعصابها. فلذلك أقول يا أحبابي الله الله في هذه الأم، الأم الأم التي هي سبب جلوسنا أنا وياكم على ذا الكراسي، والله هي سبب وجودك يا أخي. لولا الله ثم والدك ووالدتك ما جيت أنت على الدنيا. أنا أشوفك تشوفني كيف، لا خذ راحتك والله أنا مستمتع يا شيخ طلال، أبد أبد خذ راحتك، لا خلاص زعلني معدمك شيخ طلال الله يرضى عنك على هالمقدمة. بس معليش اسمح لي أنا زعلان من عبد الله. عبد الله عبد الله الشهراني أسألك بالله عسى ما أنت بتعبان. لا والله ماني بتعبان بخير والله. أي والله العظيم ليه زعلني ما ذوق حزنك، ما يوم قابلتك كأن لا لا ما بلا العافية والله مسخن ولا لا لا بخير نحمد الله جعلك والله دائما في زوج اللهم امين وياك عسى ربي يحفظك يا عبد الله ولا ترى باس ان شاء الله على يديك الله يرضى عنكم يا شباب.